أهلا بك، هل أنهيت دروسك في الغناء؟ أجل، أتوجه إلى مكتب السيد مداح فأنا أعمل معه. عليك بذل جهد كبير حتى تحقق أحلامك. أنا لا أزال في بداية الطريق. ماسا، لدي خبر جيد. سيد مداح، هناك مسابقة جديدة أريدك أن تشاركي فيها يا ماسا. أفضل زي تقليدي؟ فوزك في المنافسة سيكون